بعض الخصائص التي هي مربوطة بذات النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعرج عليها، نزداد شرف ورفعة وفرح. ليش رفعة؟ أنت لما يذكر شيء في والدك أو في والدتك ما تزداد رفعة؟ لا لا والله هذا والدي، هذا أمر ما يخصني، لا ما تقول كذا، هذا أبويا، فالشيء اللي يشرفه يشرفني، الشيء الذي فيه خصوصية له فيه خصوصية لي أنا. إيش أبويا وإيش أمي وإيش أبوك وإيش أمك وإيش الكون كله عند النبي؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، سمعنا وطعنا يا رسول الله، أنت أحب إلينا من والدنا ووالدنا وأولادنا والناس أجمعين. طيب ما هذه الخصوصيات التي تكرم بها؟ شيء من الذكر وليس على سبيل الحصر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم من الأيام كان يواصل وهو يقول لهم لا تواصلوا. هذا الحديث رواه الشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، فقال لهم النبي المصطفى إني لست كأحد منكم. هذا الحديث يا جماعة جدا مهم عشان نفهم بشرية النبي على وجه مخصوص. النبي بشر، ما عندنا خلاف في هذا الأمر أبدا، لكن ليس كسائر البشر. عمركم شفتوا إنسان بشر ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه؟ عمركم شفتوا بشر ينظر بالليل كما ينظر بالنهار؟ في شدة الظلام لحالك يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، يرى من خلفه كما يرى من أمامه. بالحديث الصحيح عن النبي المليح حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقول أنا لست كهيئتكم. هذا الأمر لازم تقر وتعترف به وتعيش وانت سعيد. هذا الشيء هذه منقبة لك، لأنه هذا إمامك ونبيك محمد. هذا الحبيب المصطفى يقول أنا لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال أهل العلم هذه لها عدة معاني. المعنى الأول أنه على ظاهره أنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، وطعام وشراب الجنة لا يفطر. بعض أهل العلم قالوا إن الله يطعم النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وشراب من الجنة، وطعام وشراب الجنة ما يفطر، مو زي طعام الدنيا، لأنه يقول إنما أبات عند ربي يطعمني ويسقين. فهو بيقول أنا لي طعام ولي شراب، لكن ما هو زي طعامكم وما هو زي شرابكم. طبعا هذه تأتي للنبي خصوصية في ساعات في حالات، وساعات تعتري الحالة البشرية، لأنه كذلك قدوة وأسوة لنا، فيعتري من الصبر ومن التحمل ومن تحمل المتاعب والشدائد، كذلك الشيء الكثير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.